السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. نتحدث اليوم عن صعودة المهن في المملكة العربية السعودية وأضرار ما سيترتب على ذلك على المغتربين اليمنيين. يعني كثيرة هي الإجراءات السعودية التي عملت على شد خناق العمال الوافدين فيها. كان الوافدين اليمنيين أكبر المتضررين منها، كونهم يشكلون شريحة واسعة من العمالة الوافدة في السعودية، بالإضافة إلى انخراطهم في أغلب الأعمال التي تم إدراجها في قائمة المهن التي تم إعلان توطينها في أواخر يناير من العام الجاري. مؤخراً بدأ سريان تنفيذ المرحلة الأولى من توطين المهن في المملكة العربية السعودية، وفي ظل هذه الإجراءات يظل السؤال: ما أبرز التحديات التي يواجهها العاملون اليمنيون في السعودية، وما دور الحكومة الشرعية ممثلة بوزير شؤون المغتربين ووزير الخارجية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في العمل على التواصل مع قيادة المملكة العربية السعودية لاستثناء اليمنيين من هذه الإجراءات؟ كل هذه الأسئلة سنناقشها في حلقتنا لهذا الأسبوع، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. في أواخر يناير مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة العمل السعودية قصر 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين. مؤخراً بدأ سريان هذا القرار والعمل به، حيث بدأت الحملات التفتيشية على المحلات والأسواق التي شملها القرار، والذي سيبدأ تطبيقه على ثلاث مراحل ينتهي بعد 6 أشهر تقريباً. الإجراءات السعودية تأتي في سياق السعودة والتوطين والتأنيث، وعليه فإن الحكومة السعودية ستقوم بحملات تفتيش تشمل سوق قطاع السيارات ومعارضها والدراجات النارية، وكذلك قطاع الملابس الجاهزة، إضافة إلى محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز. المعلومات تشير إلى أنه سيتم توطين قطاع المتاجرة بالأواني المنزلية بداية العام الهجري الجديد بعد 3 أشهر من الآن، فيما سيتم توطين قطاع محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات بعد 3 أشهر من ذلك. وبحسب وزارة العمل، فإن جماد الأول القادم، أي بعد 7 أشهر من الآن، ستكون آخر حملات التوطين، والتي ستشمل قطاع الإتجار بالأجهزة والمعدات الطبية ومواد البناء والإعمار وقطاع غيار السيارات والسجاد، بل حتى الحلويات، لتصبح أكثر المهن مقصورة على السعوديين والسعوديات فقط، ما يعني أن أكثر من 1 مليون يمني سيتضررون مباشرة جراء هذه الإجراءات التي لا تبدو أنها تراعي ظروفهم الإنسانية حتى في ظل الحرب القائمة. مراقبون اعتبروا الإجراءات السعودية سياسة تهجير ناعمة للعمالة التي قضت جل عمرها في خدمة السعودية وتنميتها التجارية والعمرانية، وبشكل متوالي ستنشأ كارثة إنسانية في اليمن طالما تصر السعودية على حرمانهم من أهم أسباب استقرارهم المعيشي، خصوصا بعد أن يصبحوا عاجزين عن سداد رسوم مرافقيهم في الغربة، فضلا عن انعدام فرص العمل تماما بفعل سياسات التوطين. إذن مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالاتكم حول موضوع الحلقة. سيكون معنا نبيل الفقيه من المملكة العربية السعودية. مرحبا بك سيد نبيل. سلام الله عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك. نتحدث اليوم عن مسألة توطين المهن في السعودية وتأثيراتها على المغترب اليمني في المملكة. يعني في البداية، ما أبرز التحديات التي تواجهونها أنتم كعاملين في المملكة؟ أخي الكريم، الكل يعرف أن القرارات بدأت منذ حوالي 3 أو 4 سنوات، سواء في قطاع الاتصالات الذي قبل أن نوضح القطاعات التي تم توطينها للسعوديين. نعم. الكل يعرف أن المملكة العربية السعودية هي الملجأ الأول لليمنيين، وفيها أكثر المغتربين اليمنيين
في المملكة العربية السعودية، بدأت توطين مثلا الاتصالات، وكان شريحة واسعة كبيرة جدا من اليمنيين الذين بعضهم تأهلوا عبر المعاهد المهنية أو التقنية في الجوالات، وكانت ضربة كبيرة لنا كيمنيين هنا في المملكة العربية السعودية، تضرر كثير. لكن مع الأيام وجدوا أعمال هنا وأعمال هناك، ولم يكن الضرر الذي كان متوقع، رغم أنه كان أن أغلبهم تأخر في العمل أو محمل أسرة في اليمن وكذا، فلجوا إلى مجالات أخرى، مثلا في مجال الملابس، في مجال الحلويات، في مجالات أخرى. لكن أتت القرارات الجديدة، فأتت مثلا على المعارض، على الأواني المنزلية، على كثير قطاع الذي تهجر منه قطاع الاتصالات. نعم. وبهذا تضرر كثير من العمالة اليمنية. للعلم أن العمالة الآن في المملكة العربية السعودية من اليمنيين هم ليس أولئك الذي كان عمالة فحسب، بل هم خريجين جامعات، أغلبهم يعني بنسبة كبيرة جدا متعلمين، قادتهم الظروف سواء للحكومة السابقة التي أحملت هذا القطاع أو الظروف الحالية، فأغلب هم متعلمين، يعني لو كان هناك تأهيل أو كذا فهم قابلين لكل التأهيل. نعم. هي عمالة جيدة بالأساس، يعني خريج جامعة مثلا تجد خريج، لكن سيد نبيل يعني هنا نود يعني النقاش في نقطة مهمة، يعني هذه او القانون الاخير الذي يعني اقر توطين 12 مهنه سعوديه، يعني هذه قرار التوطين جاء من اجل ايضا الغاء عمل كافه الاجانب من هذه الوظائف، ام انه يخص فقط ان تكون ملكيه هذه الوظائف للسعوديين فقط، بينما اذا كان هناك ايادي عامله اجنبيه لا باس بها؟ لا هناك قطاعات تسمى التوطين، وهناك سعودة. السعودة في بعض الشركات أن تدخل نسبة من السعوديين في هذه القطاع، ولا بأس أن يكون هناك من العمالة الأجنبية. لكن هناك توطين، التوطين هذا لا يمكن إلا للسعوديين فقط. هذه القرارات السعودية نحن لا نلومها، وهذا وضع اقتصادي، وهذا وضع تعاني من البطالة مع الظروف، لكن الاستثناء لليمنيين، والذي ينادي به وينادي اليمنيين وينادي السياسيين وينادي كل القطاعات بحكم الظرف الذي هو الآن لليمن بالضبط، والتي هي المملكة العربية السعودية جزء كبير مما يحدث في اليمن. هو المشاكل متداخلة في بعضها. هناك ثلاثة حلول. الحل الأول على الأقوى في المملكة العربية السعودية أن يعصوا استثناءات، وهذه المطلب أعتقد قد رفع إلى أعلى مستويات ولا وجود له في أرض الواقع، لم يطبق ولم يستثنى القرارات. وللعلم يعلم الجميع أن هناك ناس تشتغل على أسر وتعمل على أسر بحكم أن أبوه كان موظف انقطع الراتب أو أخوه كان موظف انقطع الراتب، لم الآن الواحد من المغتربين هو لم يعمل من أجل أسرته فقط، قد تتفرع إلى أسر كثيرة. وأتت هذه القرارات، والآن نجد ناس موجودين سواء في البيوت في الغرف بدون أعمال بحكم أنه هناك القرارات الجديدة مخالفة عليه بمبالغ كبيرة أو الترحيل، فهم يبحثون عن أعمال أخرى، وهذا صعب جدا في ظل القرارات السعودية. الشيء نعم. الثاني على الحكومة الشرعية أن ترفع أعلى مستوى على مستوياتها لمخاطبة الإخوة في المملكة العربية السعودية. نعم. بحكم الظرف الراهن. الشيء الآخر الثالث الذي لا بد له على وزارة المغتربين أن تفتح أسواق جديدة بالتنسيق مع دول أخرى من أجل التنسيق، كما تفعل الفلبين، كما يفعل الدول الأخرى بتسويق عمالتهم إلى دول أخرى مثل الصين مثل كذا، أو إخواننا حتى في الخليج استيعاب العمالة
بحكم أن السعودية أصبحت. طيب سيد نبيل، يعني أيضا هناك بدأت حملات تفتيش، وأيضا بدأ سريان القرار كما يبدو، يعني ما هي الوظائف يعني التي تم بالفعل بدء التفتيش والمتابعة فيها؟ هناك وظائف، سواء القطاع كما قلت لك سابقا قطاع الاتصالات. الاتصالات هذا موضوع سابق، يعني ربما منذ فترة طويلة. الموضوع الحالي الآن الاستيطان في مراكز بيع الحلويات، الملابس النسائية، في المولات الكبيرة، وأغلب المحلات في المولات الكبيرة، وهذه أخذت قطع كثير من الشباب الذين يعملون هناك في الملابس أو في شركات العطور وفي غيرها. توطين كذلك المراكز كما قلت لك بيع الحلويات. طيب هذه المراكز طبعا هو القرار لم يكن محدد على اليمنيين، وإنما يشمل كافة الأجانب، لكن دعني أسألك هنا، يعني كم نسبة اليمنيين العاملين في هذا المجال؟ لا يستطيع أن تحدد نسبة بحكم، لكن يعني هو لا أريد عدد، وإنما هل هي نسبة كبيرة أم متوسطة أم قليلة أم ماذا؟ النسبة كبيرة، متضررة جدا، بحكم أن ادخل إلى مواقع مثلا التواصل الاجتماعي إلى غيره، تجد الناس يشكون من هذا. وعلى ما نلاحظ نحن في الواقع، تضرر ناس كثير جدا، الآن هم بلا أعمال، وهذه الكارثة كما قلت لك أن لديهم أسر كثيرة في اليمن وغيرها. كذلك محلات الكهرباء، المحلات ذات الشركات الكبيرة، هذا توطين، و لا يمكن لأي أجنبي أن يعمل في هذه المجالات، وعليه غرامات كثيرة، كذلك هو الترحيل. أشكرك نبيل، كنت معنا من المملكة، شكرا جزيلا لك. نستقبل اتصال آخر معنا، فوزي عبد الدائم. فوزي مرحبا بك. أهلا ومرحبا فوزي، تحدثنا من أين؟ من المملكة العربية السعودية نجران. أهلا بك فوزي، يعني نتحدث اليوم عن أوضاع العمالة اليمنية في المملكة، خصوصا مع بدء يعني عملية التوطين بنزول حملات التفتيش للبدء بعملية توطين المهن التي أعلن عنها سابقا، يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجهونها أنتم حاليا؟ أولا في عندي ملاحظة على تقرير الأخ عمر، أنه التوطين بدأ، يعني حملات التوطين بدأت خاصة في منطقة نجران والمدينة. نعم. تقريبا هذول المدينتين أو موقعين بروتوكول خاص فيهم أنهم يبدأوا مع بداية شهر شوال، يعني 1/10، بخلاف مناطق المملكة الأخرى التي ستبدأ بعد 3 أشهر. فنحن بدأنا في الحملة هذه ولاحظناها قبل 2 أو 3 أيام، وشفنا غرامات والموضوع جدي. يعني بدأت الحملة في أي محافظات قلت لي؟ في محافظة الدمام تقريبا، اللي أنا أعرفه أنه المدينة المنورة ونجران بدأت. نعم، لكن نعم. هل هو وضع استثنائي في هذه المحافظات عن بقية نعم. المحافظات نعم. الأخرى؟ نعم. لماذا؟ نعم وضع استثنائي، عندهم أسباب، أن زيادة في البطالة فيها كثيرة. نعم، وما أدري إذا في أسباب أخرى ما أعلم بها. لكن قد لا يطال بقية المحافظات هذا القرار وسيقتصر على هنا بالضبط، ما الذي يؤكد ذلك؟ لا أكيد بدأت في نجران والمدينة، أنا عندي علم مسبق أنها بدأت واحتمال الباحة تقريبا، أكيد أن في محافظات. ما هي المهن التي بدأت عملية التوطين فيها؟ والله اللي أنا شايفه حاليا أنهم بدأوا في محلات الساعات والمستلزمات الرجالية. نعم. العطور الرجالية، الشنط، يعني في على جميع الأمور هذه. نعم، لكن هل هناك عقوبات تتم على مالكي هذه المحلات، أم أنه فقط أنه نعم يتم نعم إعفائهم نعم. من عمل هذه المهن وإيقافهم؟ لا وقعت عقوبات ب20,000 ريال على المحل، يعني من مصادر موثوقة وقعت عقوبات على 20,000 ريال، وبعض المحلات أعطوهم مهلة أو تقريبا تعهد. نعم. ما نسبة اليمنيين العاملين في هذا المجال، يعني الذي ذكرته محلات الساعات وبقية المحلات، يعني هل نسبة كبيرة من اليمنيين يعملون بهذا المجال، أم أن نسبة تضرر اليمنيين قليلة؟ والله يا أخي أغلب المحلات يمنيين، النسبة كلها يمنيين، يعني يمكن أقول لك 70% تقريبا أقل حاجة،
كل المهن 12 اللي الان بتدخل في مرحله التوطين اغلبها يمنيين. نعم. يعني نعم. الجهات الحكوميه هل وجدتم لها تحرك في يعني خصوصا انه وقد بدات عمليه التوطين ونزول حملات في هذا الجانب؟ نعم نعم بداوا مباشره. بالنسبه للجانب الحكومي هل لمستم اي تحرك في هذا الجانب؟ السعودي او اليمني؟ اليمني. لا لا اليمني ما لهم اي تدخل في هذا الموضوع من بدايه القرارات صراحه لم نرى اي. وانا يعني اتمنى من المتصلين والاخوان ان يكفوا عن مرحله المناشده. نحن تعدينا مرحله المناشده والمناشده ومناشده وزير المغتربين ومناشده رئيس الحكومه. اصبحنا الان نعيش وضع يعني مفروض علينا المناشده اصبحت لا ليس لها اي فائده ولا لها اي قيمه اعتقد. نعم. وما يعني ما هي خيارات المغتربين في المملكه والمتضررين من هذه الاجراءات؟ الخيارات ضيقه جدا جدا. يعني انت لا تستطيع ان تخرج ولا تستطيع ان تغير حتى مهنه. انت لو خرجت من عملك ورايت في فرصه اخرى عمل اخر لا تستطيع ان تنقل كفاله، لا تستطيع نقل كفاله ربما يكون موجود بس لا تستطيع ان تغير المهنه. نعم. وهذا عائق يعني الامور مسكره والمستقبل غامض والله المستعان. بس في نصيحه للمغتربين انه يعني بعض الاخوان المغتربين الان يرون ان في محلات فاضيه وفي ايجارات مخفضه. نعم. ويحاول ان يتوسع في ظل هذا الوضع القائم، فهذا غلط يعني غلط كبير. انت الان المفروض انك تصفي اعمالك تستقر على عمل واحد تشوف مخرج مناسب. بالضبط. وبعضهم يحاول انه يتوسع ويفتح محلات هذا شيء غلط صراحه. كان الله في عونكم. شكرا لك فوزي عبد الدائم مواطن يمني كنت معنا من السعوديه. متصل اخر معنا بسمه احمد. بسمه مرحبا بك. مرحبا اهلا وسهلا. اهلا بك بسمه. تحدثين من اين؟ من ماليزيا. من ماليزيا يا مرحبا بسمه. لكن نتحدث اليوم عن قضيه المغتربين اليمنيين ويعني قرار توطين المهن في المملكه العربيه السعوديه وتاثيرات هذا القرار على العماله اليمنيه هناك. مشاركتك حول الموضوع. أعتقد أنه ما يحدث الآن من قرارات تعسفية ومن قوانين سوف تؤثر بشكل سلبي كبير على المغترب اليمني، خصوصا أنه هناك الكثيرون من اليمنيون، أكثر من مليون يمني مغترب موجود في السعودية. نعم. يعولون أسرهم في اليمن بسبب أو الأوضاع السيئة التي نعيشها في اليمن بسبب الحرب وانقطاع الرواتب. طبعا الأسرة اليمنية معتمدة بشكل كبير على أفرادهم المقيمين في السعودية. طيب نعم. بسبب هذه الأوضاع السيئة الشعب سوف يعيش حالة مأساوية كبيرة، ومن سوف يتحملها بالنهاية هو المواطن المسكين. بالضبط. طبعا نحصل الآن من هذه القرارات التعسفية من القوانين التي كل يوم نسمع عنها ومن سعودة الوظائف خلت المغترب اليمني يعيش حالة صراع مع نفسه، حالة صراع مع الوضع اللي يعيش فيه، يفكر كيف يسوي. نعم. حتى ألاحظ كثيرون من اليمنيين يتساءلون خلاص الآن بما أن السعودية كل يوم تصدر قرار ماذا بعد؟ أين أذهب؟ أين أسافر؟ بدأ يفكروا بدول ثانية. أنا اللي أتمنى من كل اليمنيين الموجودين في السعودية أنهم يرجعوا لليمن. اليمن الحمد لله هناك مناطق تشهد انتعاش اقتصادي ملحوظ مثل مارب، مثل حضرموت، إب، وأعتقد كذلك في صنعاء. لأنه بالنهاية السعودية كل يوم بتصدر قرار جديد وكل يوم بتسعود وظيفة جديدة. لأن من قرارات السعودية الجديدة أنه في عام 2020 سوف تسعود كل الوظائف ولن يكون هناك أي مغترب لا يمني أو عربي. لذلك ملجأنا الوحيد أن اليمني أو العربي يرجع لبلده. وهذا حل. لكن في ظل الوضع الذي تعيش البلد حاليا المسألة ستكون صعبة قليلا. ولكن أنت كمتابعة يعني كيف تلاحظين الدور الحكومي حيال هذه القضية؟ للأسف دور الحكومة صامت ساكت لا يتحرك، مجرد يراقب الوضع من بعيد. أكبر دليل هل حكومتنا الشرعية ممثلة بعبد ربه صدر أي قرار
أو أنه حاول أنه يعمل محادثات أو مباحثات مع الحكومة السعودية. لا، لم نرى أي شيء. المغترب اليمني يعيش حالة صراع الآن، وحكومتنا الشرعية ولا كأنه في حكومة ببلادنا. يعني هل يكفي أن بلادنا اليوم تعيش حالة حرب، كمان حالة حرب خارج البلاد، يعني حرب في الداخل وحرب في الخارج، وبالنهاية من اللي يدفع الثمن؟ المواطن المسكين الذي لا ذنب له، أنه فقط يريد أن يبحث عن لقمة عيش هنيئة تؤمن حياة كريمة لأسرته. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك بسمة أحمد، مواطنة يمنية كنت معنا من ماليزيا. إذن مشاهدينا، سنذهب الآن لاستعراض مجموعة من المشاركات التي وصلتنا حول موضوع الحلقة على الواتساب، نستعرضها سويا. أكثر ما يشغل في المهن التي سيتم توطينها حاليا، من أسواق تجارية كملابس، أواني منزلية، كألعاب، كعطورات، كأدوات رجالية، زي هذه الأمور. فالمغترب اليمني هو أصلا من يملك هذه المحلات. قد يكون من الشباب بعضهم معهم محلات ساعات، بعضهم معهم محلات عطورات، معهم محلات عبايات، معهم محلات ألعاب، معهم محلات أواني منزلية. في قرارة التوطين الجديدة سيؤدي إلى إزاحتهم تماما من محلاتهم، ويتم استبدالهم بمواطنين سعوديين. هذه الكارثة كارثة كبيرة ستلحق بالمغترب اليمني جراء القوانين السابقة التي أصلا أضيفت إعبا عليه. هذا سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة في اليمن أولا، لأن المغترب اليمني يمثل رافد كبير لأهله، رافد كبير كرافد اقتصادي كبير لليمن، ويمثل أصلا رافد لعائلته، لأهله، لمجتمعه، جراء انقطاع الرواتب في اليمن. المغترب اليمني يمثل رافد لهؤلاء، لأنه في اليمن تم قطع الرواتب، من يغذي هؤلاء؟ من يعطيهم؟ هو كل واحد يتحمل مسؤوليته من المغتربين جراء الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الإنسانية والأوضاع، كل الأوضاع الموجودة في اليمن. ما يعانيه المغترب اليمني في المملكة العربية السعودية في ظل هذه القرارات وضع مأساوي كبير جدا، وله آثار جانبية، والمتضرر منها هو المغترب اليمني خصوصا، حيث أنه لا يخفى على الجميع وضعنا في اليمن والوضع هنا أيضا. وهذه القرارات بتضيف أعباء كثيرة كالبطالة وغيرها من الأعباءات. الفرص لليمنيين شبه معدومة ضئيلة، والذي كان يعول أسرة أو أسرتان لا يستطيع الآن حتى أن يعول نفسه لأسباب فقدان وظيفته. اليمنيين بسطاء جدا وشغالين على باب الله بمهن بسيطة، في مولات، بقالات، محلات، ترتيب محلات، أشياء بسيطة جدا. وأضف إلى ذلك أن المغترب اليمني يحترم القرارات السيادية، يحترم القرارات النظامية، ونريد الخير لهذا البلد ولشعبه ولشبابه. ونحن لسنا أفضل من الجنسيات، سواء الجنسيات العربية أو الجنسيات العجمية التي تعمل هنا، ولكن نطالب باستثناء مؤقت وليس استثناء دائم لسبب الوضع الذي يعاني شعبنا الكريم. كثير من العمال اليمنية شغالة في المولات أو غيرها أوقفوا على العمل. وهالكلام في هذا السياق يتطلب مننا وقت كثير لشرحه، ولكن الكل يعلم ويدرك المشاكل التي يعانيها المغترب اليمني. وأكرر رسالتي أننا لسنا أفضل من أي جنس. إذن عدنا مجددا مشاهدينا، ربما استمعتم للمشاركات، أبرز ما فيها أنه لا اعتراض على قرارات المملكة العربية السعودية، وإنما بحكم الظرف الاستثنائي والذي تعد المملكة العربية السعودية جزء كبير من المشكلة القائمة في اليمن، كان المفترض أن تكون هناك أو يكون هناك تقدير لهذا الجانب ربما في هذا الظرف البسيط. نستكمل ونستقبل اتصالات. معنا عزيز شماخ. عزيز مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عزيز تتحدث من أين؟ المملكة العربية السعودية. أهلا بك عزيز. نتحدث اليوم عن أوضاع المغتربين في ظل يعني بدء تنفيذ عملية توطين الوظائف في المملكة، ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم؟ في البداية أشكر قناة بلقيس على اهتمامها بقضايا المغتربين. أهلا بك. وخصوصا في المملكة العربية السعودية،
أما بالنسبة لقرارات التوطين التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة للقضاء على البطالة في أنصاف الشباب السعودي، هنا سنتحدث عن انعكاسات القرارات على الأعمال اليمنية بشكل مباشر، وهي المتضرر الأكبر طبعا من تلك القرارات والتي وصلت تأثيرها إلى الداخل اليمني. نحن نعرف الكثير من الأسر في اليمن تستعرض بشكل كبير ومباشر عن مختلف المملكة العربية السعودية، طبعا الذي يقدر عددهم الذي فوق عددهم طبعا المليون ونصف مغترب. نعم. هم يعملون في التجارة وغيرها من الأعمال. نعم. طبعا كان على المملكة العربية السعودية بحكم العلاقات التاريخية والجوار كونها وكذلك كون القائد الفعلي للتحالف العربي في اليمن أن تقوم باستثناء اليمنيين حلول فترات مؤقتة بحكم الظروف التي تمر بها اليمن. إذا كان على الحكومة اليمنية بذل جهود والضغط على الحكومة السعودية لعمل حل لتلك القضايا التي يواجهها كثير من المصريين في المملكة العربية السعودية وسياسة التوطين. نعم، لكن يعني ما هي الوظائف أو المهن التي بدأوا فعليا بتوطينها؟ ربما يعني أنت تكون قد طالعت بعض المهن والتي بدأ فعليا عملية التوطين فيها. سيد عزيز، هناك الكثير طبعا من المهن التي تم بدأ توطينها، مثل المستوطنات الرجالية ومستحضرات التجميل والملابس الرجالية. طبعا هذه المهن كانت أكثر العمالة والموظفين فيها كانوا يمنيين، فتأثروا بشكل كبير. وحاليا أنت لو جيت في الأسواق كثير طبعا أصبح السعوديين في الوقت الحالي ضرر كثير من اليمنيين في السوق السعودي بسبب هذه القرارات. نعم، لكن هل هناك يعني حالات يعني تعرض لها اليمنيين في المملكة وأنت مطلع عليها، يعني تم بالفعل توطنات أو توطين هذه المهن وبالتالي إغلاق محلاتهم وفرض عليهم غرامات، هل شاهدت حالات كهذه؟ في كثير طبعا من التجار اليمنيين تضرروا من هذه القرارات. طبعا في كثير انه رواتب السعوديين مرتفعه بشكل كبير مقارنه بالعامل الواحد، فكثير من اليمنيين تم اغلاق منشاتهم التجاريه وترحيل العماله طبعا، لانه اجبرتهم الحكومه السعوديه وهي اكثر من 3 أو 4 موظفين سعوديين في المحل، يعني فبراتب ما يقارب تقريبا 15,000 سعودي، وكان العام الواحد يستلم ما يقارب 2,000-3,000 سعودي يعني. فكثير من الاسلاميين صاروا يتلاحق مع مساعدهم التجارية. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك عزيز شماخ، كنت معنا من السعودية. متصل آخر معنا يوسف الزمر. يوسف مرحبا بك. يوسف هل تسمعني؟ إذن يبدو أنه فقد الاتصال بيوسف. معنا متصل آخر أنور الهجمي. أنور مرحبا بك. مساء الخير أخي شادي. يا مساء النور، مرحبا بك أنور، تحدثنا من أين؟ أنا حدثك من جدة. من جدة. الصوت شوي بعيد من عندكم، أتمنى من الزملاء عندك يقربون الصوت. نعم. سيتم معالجة المشكلة. تسمعني جيدا الآن؟ الحين أسمع جيدا. أول شيء تحياتي لك أستاذ شادي، تحياتي لكل أبناء الشعب اليمني بالداخل والخارج. أهلا بك. بصراحة قضية المغتربين. ألو. أهلا بك يا أنور. نحن نتحدث اليوم عن قضية المغتربين وعملية التوطين، ما هي أبرز التحديات التي تواجهونها في ظل بدء التنفيذ؟ الهجمي بلها الهجمي، تفضل. الله يحفظك. يلا تمام.
أنور تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة في سماع أنور. مشاهدينا سنكمل استقبال الاتصالات، لكن سنذهب لاستعراض بعض المنشورات التي وصلت لصفحة الفيسبوك على صفحة القناة على الفيسبوك، نستعرضها سويا. أول مشاركة لي البريهي قال في من هذا الشهر بعض المؤسسات بدأت بإعفاء العمال من العمل، منهم خروج نهائي ومنهم في العزبة ينتظر. تعليق آخر لنبيل الفقيه يقول أصبحت هذه القرارات مزعجة للكثير من المغتربين اليمنيين، خصوصا وأن العودة للوطن في ظل هذا الوضع أسوأ، والحل وزارة المغتربين بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والعمل يتركوا الفنادق ويبحثوا عن أسواق عمل في بعض الدول التي تسمح لذلك. تعليق آخر لشادي العمودي يقول اليهودة خير من السعودة، عاد الفلسطينيين يشتغلوا في إسرائيل وما أحد يقول لهم في شغل، هذا شغل اليهود وهذا شغل للمسلمين. هذا رأي خاص بشادي العمودي. إذن مشاهدينا نعود لاستقبال اتصالاتكم. معنا متصل جديد أنور الهجمي عاد من جديد. أنور مرحبا بك. تحياتي لك أخي شادي، أول شيء مسي عليك بالخير. مساء النور أنور. نتحدث اليوم عن معاناة المغتربين اليمنيين في المملكة في ظل بدء تنفيذ قرارات أو يعني مسألة سعودة الوظائف ونزول حملات أمنية في هذا الجانب، مشاركتك حول الموضوع. أول شيء تمام، أنا أصلاً أحلى موضوع أنك طرحت الموضوع هذا بالحلقة هذه تمام على المغتربين، وأشكرك وأشكر قناة فلسطين تهتم بالمغتربين. أهلا بك. أول شيء المغتربين اليمنيين إذا لم تتدخل قبل 1/1 بداية السنة من عبد الرب منصور وزير المغتربين والحكومة اليمنية راح تكون كارثة على المغترب اليمني بداخل المملكة. الشيء الثاني أنا بشوف الحين مع توطين الوظائف للسعوديين وكذا، نعم صح، في أنا أعرف من بعض الشباب أصدقائي وعندهم محلات وموظفين حريم، بس بعض الأوقات راح يشوف المحل وكذا يجي مكتب العمل وهو موجود داخل يسوي مخالفة ب 20,000 30,000، وأصلا الوضع الحين ما عاد يتحمل، يعني أنا أعرف شباب مليان بالسوق دائما يسوون لهم غرامات. أنا أتمنى يا أستاذ شادي من عبد الرب منصور هادي ومن الحكومة ومن الوزير المغتربين أن يهتم بالمغترب اليمني، المغتبر اليمني يعتبر هو الثروة للمواطن باليمن. نعم، لكن هل لاحظتم اهتمام ولو بسيط من الحكومة في هذا الجانب أو أي تحرك؟ يا أستاذ شادي لا، في لا اهتمام لا من الحكومة ولا من وزير المغتربين ولا من السفارة ولا من شيء، ليش نغالط أنفاسنا؟ ما في اهتمام بالمغترب. المغترب اليمني داخل بكل بلدان العالم المغترب اليمني مهمش، ما في له أي اهتمام لا من وزارة مغتربين ولا من الوزراء ولا من الحكومة. أشوف أن المغترب اليمني يعاني أشياء كثير. نعم، طيب يعني الوظائف التي تم سعودتها يعني أو مسألة التوطين التي بدأ تنفيذها مؤخرا، يعني هي المقصود منها يعني تحويل ملكية هذه المهن لسعوديين وبالتالي مسموح للعمالة الشغل لكن تحت إشراف سعودي، أم أنه منع كامل و إيقاف العمل لكل الأجانب في هذه المهن؟ يا أستاذ الكريم، هي منع كامل لجميع أي موظف يعتبر محل ملابس نشاط نسائي أو أدوات تجميل. نعم. يكون في موظفين سعودية أو سعوديين إذا جاء مكتب العمل وحصل أحد العمال السابقين موجودين راح يسوي على العمل مخالفة أقل شيء 20,000 ريال. يعني سعودة 100%، بس أتمنى أن يكون هناك في تدخل بالظروف هذه اللي إحنا نعيشها باليمن والحرب. أتمنى من الحكومة، أتمنى لو تتدخل بس هذه المرة يعطون فرصة يا أخي الناس. والله العظيم أنا أعرف من أصدقائي ومن الأقارب تمام، أعرف كثير ناس مخالفة بشهر رمضان توصل لها أكثر من 100,000 150,000 بالمحلات. نعم، طيب يعني ما هي الخيارات أمام المتضررين من هذه القرارات حاليا؟ الخيارات أنا أطلب من رب العالمين أن الحرب تنتهي باليمن وأن اليمن تعود مثل ما كانت، نرجع إلى وطننا إحنا معززين مكرمين، ولا عنده حلال هنا ولا شيء اتخارج منه. الحل الوحيد هو هذا، انا اشوف الحل الوحيد، بس اتمنى لو في تدخل من حكومه ممكن يكون في تمديد او اعفاء كم شهر كم سنه لحتى تنتهي الازمه باليمن. نعم،
نسأل من الله الهداية للجميع. طيب يا أنور، هل هناك قصص أو يعني قصص حصلت لي أو حالات محددة طالتها عملية توطين المهن وبالتالي تم تضررها بشكل كبير، هل يعني طلعت على بعض الحالات؟ أنا مطلع على بعض الحالات، كثير متضررين منها. ما الذي حدث لها؟ كيف؟ ما الذي حدث لها يعني؟ ما الذي حدث معها؟ خلاص، في أنا أعرف ناس عندهم محلات كان ملابس، تمام؟ نعم. من كثر المخالفات يعني أول سوى مخالفة، المرة الثانية مخالفة، المحل ما عاد يتحمل ولا عاد يقدر يدفع راتب ولا شيء، سكر المحل وسلم المحل وتوكل، يعني خلاص ما عاد يقدر يسوي شيء. يعني ما يتم فرضه حاليا هو تسجيل مخالفات ولا تقفل المحلات بشكل تعسفي، انما مخالفات تتراكم حتى المحلات. يا استاذ الكريم، ما تيجي بكتب العمل ما يجي يقفل المحل، هو يجي عندما يحصل عامل موظف وهو هذا النشاط يكون على سعوده، ايش عندك هنا يسوي له مخالفه على المؤسسه، حتى ما يسوي على العامل، على المؤسسه نفسها، تنزل على المؤسسه. اذا اشكرك جزيلا يا انور، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. متصل آخر، أبو إدريس، تفضل أبو إدريس. أبو إدريس هل تسمعني؟ إذن يبدو أن الاتصال فقد بأبو إدريس. هناك متصل آخر، محمد جمال. محمد جمال مرحبا بك. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد جمال، تحدثنا من اين؟ من المملكه العربيه السعوديه. من المملكه العربيه السعوديه، نتحدث اليوم عن معاناه المغتربين في ظل بدء تنفيذ اجراءات توطين المهن السعوديه، مشاركتك حول الموضوع. والله عندنا اوضاعنا طيبه ان شاء الله، وانما المهن صارت فيها شويه صعوبات من ناحيه الرسوم، الإدامات، من ناحية العوائل. ألو. نعم تفضل أكمل. بالنسبة للعوائل أغلبيتها خرجوا من زيادة الرسوم في الإقامات، تجديد الإقامات، والأمور عندنا طيبة إن شاء الله، ما في شيء، كل واحد منظم وضع. طيب، في مسألة توطين المهن، أنت حدثتني هنا عن مسألة الإقامات وتصحيح الوضع. بالنسبة لتوطين المهن، هناك إجراءات فعلية بدأت في هذا الجانب، ما مدى الضرر على المغتربين اليمنيين في بعد أن يعني تم فعليا عملية النزول، نزول لجان في هذا الجانب؟ طيب، بالنسبة للمهن العمل هذه أصبحت الآن منتظمة، لأن قبل فترة أعطوهم 6 أشهر من فترة تصحيح الأوضاع، وبالنسبة الآن كل نظام نظموه على حسب المهن التعليمية، كلهم كل واحد ماشي في عمله على حسب المهنة، ما تستقر الآن إلا بمهنتك. نعم، لكن هناك أيضا عملية توطين لبعض المهن التي تم توطينها بحيث أن لا يعمل فيها غير السعوديين فقط، هل تم تنفيذ هذا الإجراء وهل هناك متضررين في هذا الجانب يمنيين حتى الآن؟ نعم 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 نعم، في ناس بالنسبة في بعض المحلات تجارية، ملابس، جوالات، هذه صارت العمالة مطلوب سعودة خلاص، وفي ناس تضرروا، صح، تقبلوا محلاتهم وسكروها، وبعضهم قاموا لتغيير المهن إلى مهن أخرى. نعم، طيب، يعني أمام هذا ما هي يعني خيارات المغتربين أمام كل ما يحدث؟ يعني هناك عملية توطين وبالتالي إلى اليوم 12 مهنة تم توطينها والقادم أكثر. نعم يا طيب، الآن العمالة كلها الآن صارت نظام، ما تشتغل إلا حسب المهنة، المهنة عندك لازم تطبق نفس العمل. نعم، إذا ما تقدر تحول نفسك إلى مهنة الآن في وقتنا الحالي لتغيير المهنة، صعب انك تغير مهنتك من مهنة إلى مهنة على حسب عملك الآن، عملك الآن صار متغير مرة. طيب، كيف تنظر إلى الجانب الحكومي في متابعة هذه القضية؟ والله الجانب الحكومي بالنسبة بلدهم هم الأولى صراحة. الجانب الحكومي اليمني سيد محمد. الجانب الحكومي اليمني.
والله بالنسبة للجانب الحكومي اليمني لا زال الآن ما ينطق بشيء في الأمور هذه بالناحية بالمغتربين، ما يقدر يسوي شيء الآن. نعم، إذن أشكرك محمد جمال، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. متصل آخر عبد الله هلال. عبد الله مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا عبد الله. كيف حالك؟ الله يسلمك، تحدثنا من أين؟ من المدينة. من المدينة المنورة، مرحبا عبد الله. نتحدث اليوم عن عملية توطين المهن السعودية، يعني هناك إجراءات بدأت فعليا في هذا الجانب، ما هي التحديات والصعوبات التي تواجهونها حاليا؟ والله يا أستاذ الكريم، كل هنا المهن صارت سعودية، كل المحلات، كل المراكز، كل حتى المراكز الكبيرة اللي هي مراكز كبيرة كلها صارت سعودة وتأنيس. يعني مرة يعني الأجنبي ما له أي مكان في هذا الجانب. طيب، يعني فعليا في المدينة المنورة تم تنفيذ هذه القرارات، وبالتالي هناك متضررين وهناك حالات اطلعت عليها طالها هذا الجانب؟ في كثير من الحالات، ويعني وكمان شخصيا انت هل تضررت في هذا الجانب سيد عبد الله؟ في كثير غيري. انا انت تعمل في اي مجال؟ في الملابس هل تضررت في هذا الجانب ام انه يعني لم ياتي الدور عليك حتى الان؟ لسه يعني في اصحابنا اقربانا يعني يمسكوا ويجوا لهم غرامات، يجوا لهم تهديدات زي كذا اشياء من هذا القبيل. طيب، يعني عملية التوطين هناك من يقول أن أنه فقط يعني تحويل هذه المهن لملكية السعوديين، وبينما يبقى الأجانب لهم الفرصة في العمل، يعني هل هذا بالفعل حاصل أم أنه عملية التوطين هي يعني إيقاف كل الأجانب من العمل في هذه المهن، وبالتالي يبقى العمل أمام السعوديين فقط؟ والله بالنسبة للملابس، إكسوارات، جوالات، حاجات زي كده كلها سعودة، ما في شيء غير البوافي والتكنيس الشوارع بس، ما في غير هذا الحل. عبد الله الثانية. شكرا عبد الله هلال، وضحت الفكرة، أشكرك جزيلا. معنا متصل آخر، عارف مرحبا بك. عارف هل تسمعني؟ عارف هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال فقد بعارف. مشاهدينا، نكتفي بهذا القدر من استقبال اتصالاتكم. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل عمر النهمي، وحتى الملتقى في حلقات قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.